أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. إليكم أبرز التوقعات لفصل الشتاء عام 2023-2024، ونبدأها بنظرة عامة على الأوضاع بشكل عام. بداية، هذا الشتاء يتميز بالنشاط التصاعدي للفعاليات الجوية مع مرور الوقت بإذن الله، كما وأن هناك فترات باردة جدا متوقعة، خاصة في شهر شباط فبراير، وتترافق بازدياد فرص تشكل الصقيع في حينها، وفرص إحصائية جيدة للثلوج هذا الشتاء، خاصة في شهر يناير كانون الثاني، وذلك بالنظر إلى فصول الشتاء السابقة التي تتشابه مع هذا العام. من ناحية الأمطار، يتوقع أن ينتهي الشتاء بأمطار حول المعدلات، وقد تكون أعلى في بعض المناطق بإذن الله. أما درجات الحرارة فتكون حول معدلاتها بوجه عام، وتصبح أبرد من المعدلات في وقت لاحق من هذا الفصل. التوقعات التفصيلية لكل شهر، ونبدأها في شهر يناير كانون الثاني، بحيث تتأثر الأردن بحالات عدم استقرار جوي ومنخفضات جوية رطبة أحياناً خلال هذا الشهر. متوقع إن شاء الله أن تكون الأمطار حول المعدلات، ودرجات الحرارة أيضاً حول المعدلات، وتكون فرص السيول عالية، بينما تكون فرص الثلوج متوسطة إلى عالية، حيث أنه بالنظر إلى 55% من فصول الشتاء التي تتشابه مع هذا الفصل، تساقطت الثلوج بها في العاصمة عمان. ننتقل الآن إلى شهر شباط فبراير، حيث يتميز هذا الشهر بأنه متقلب للغاية بمشيئة الله، وتكون فرص الأمطار حول المعدلات، ودرجات الحرارة حول إلى أبرد من المعدلات نسبة لمثل هذا الوقت من العام. تكون فرص السيول متوسطة، وفرص الثلوج تصبح قليلة، حيث أنه بالنظر إلى 20% من فصول الشتاء التي تتشابه مع هذا الفصل، تساقطت فيها الثلوج في العاصمة. أما في شهر آذار مارس، يتوقع أن تتأثر مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط بما فيها الأردن هذا الشهر بأجواء أبرد من المعتاد، وذلك مع اندفاع عدة منخفضات جوية نحو المنطقة، وتكون فرص الأمطار أعلى من معدلاتها، ودرجات الحرارة أبرد من معدلاتها، وفرص السيول تكون متوسطة، مع وجود فرص متوسطة للثلوج، حيث أنه بالنظر إلى 35% من فصول الشتاء التي تتشابه مع هذا الفصل، قد تساقطت الثلوج بها في العاصمة عمان، والله أعلم. نتمنى أن يكون هذا الفصل فصل خير وبركات علينا وعليكم. كانت هذه أبرز التوقعات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.